كيفك يا خالد؟ شو اخبارك؟ والله مش لاقي كيفكم انتم. شوي 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 تكتبوا عليه فاميلي داي. شوفي على الدينار امسك بس بس انا اعطيني الموبايل بعد هيك بيبسي بس كيف هكمل ايه في شغله بالموبايل باخذها بعدين. اما وانا مش فاهم انا مش واضحين ولا هو مش واضح ورطني يعني ما كملت ثلاث دقايق مع الكيك وهال لا خلاص وقف